بشروط نجاحه، أملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ستكرس الجزائر عهدتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها من جمهوريتي موزمبيق والسيراليون لتمثيل إفريقيا خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية المركزية، وستعمل على تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع القرارات في التي تعنيها استنادا إلى مواقفها المشتركة والمبنية على مبادئ وقيم ومثل كرسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وما أحوج منظمة الأمم المتحدة اليوم للصوت الإفريقي، صوت الحكمة وصوت الالتزام وصوت المسؤولية، وهي تعاني ما تعانيه من جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن الأممي وحد من قدراته على التجاوب والتفاعل مع التحديات الراهنة